ليكي، هالحياة عم تعطيكي خيارين بس، شغلي مخك واختاري بيناتهم. أولاً مصاري كتير، ثانياً السجن، اختاري. ما بدي غير ابني، رح أخده. لا أبداً، أنت بدك كريم والرفاهية اللي عايشة مع أهله. كريم عطاك الولد وأنت قلتي شو بدي أعمل بهذا الولد، شو بدي ساوي فيه، ورجعتي له إياه. ماشي تمام، كانت غلطة، وكل هالشي صار بسبب جوليا، لعبت لي بعقلاتي. لازم ارفع دعوة ورح أعمل المستحيل كرمال بس رجع ابني لحضني. جوليا خانو مأخذة راحتها، عم تروح وتجي على كيفها مع كريم، وحاطط لي ابني بحضنه، بس ما رح أسمح لها تعيش سعادتها على حسابي أكتر من هيك. ما رح أسمح لها، عم تفهم ماهر؟ الكل رح يعرف حقيقة الوسخة. جوليا 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 جوليا، تمام موافق، معناتها رح نرجع المصاري. عفواً؟ وليش لحتى نرجعهم؟ ما رح رجع ولا ملي منه. ليش لحتى عايش بالقلة وهنين عم يسبحوا بالمصاري؟ آها، إذا أنت حابب تتشاطر وتتزاكى معناتها روح اسحب مصاريك من البنك ورجع لهم ياهن. واو، تعرفي أنا اكتشفت لك شغلة، المجنونة اللي اسمها أمينة نازعتك على الآخر، بس خدي مني وكبي بالبحر. لميس رح يمحوكي محي، والعلقة مع هالعيلة رح تخليك تبكي دم بدل الدمع، فهمتي؟ اسمعيني، أنا ماني مثلك، أنا قبضت مصاري بس رح ضل ساكت وأصرفهم، ما بيهمني عادي. لهيك أحلامك هيد انسي فيها، نعيش ونشوف. أمينة رح تدبر لي محامي شاطر كتير. ايه مزبوط، لازمك محامي كتير شاطر. وانت كمان هبلة مجنون. ممكن تتحكم بأعصابك شوي؟ لأنه أهلك مالهم علاقة بالشي اللي صار معك بنوب. حرام عليك كريم، أنت عم تجرحهم كتير هيك. تركوني نام جوليا، حاولوا ما تفيقوني، وياريت إذا بتتركوني لحالي كمان، بدي ضل نايم وما بدي شوف حدا. كريم اسمعني، لا تقلق أخي، أنا رح أعرف لك مين كان ورا هاي المؤامرة وبأسرع وقت ممكن. محامينا بألمانيا رح يدور على البنت ويحاكيها، وأنا بوعدك شو ما كان الفخ يلي وقعوك فيه رح أكشفه. هيك منيح أخي؟ ولما يطلع بابا ورا هالقصة شو بدك تعمل؟ أبي هو اللي طلب نحقق بالقصة، وأكيد ماله يد فيها. كريم اهدى شوي ولا تفكر، والله أنا حاسس فيك، الظلم بشع، بس طول بالك أخي ولا تستسلم بسهولة. يا خانو نعم. تفضلي نوصلك، لوين رايحة؟ شكراً، مو ضروري، يسلموا إيديك، أصلاً أنا نازلة على الشط، بدي أمشي وحرك جسمي شوي. شكراً لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. Thank you.
لميس انت شو عم تعملي هون؟ شو عم تعملي؟ ليش اجيتي لهون؟ شو بدك قولي؟ انت بتعرفي كتير منيح شو بدي. بدي اخذ ابني. ليكي انا بطلع بروحك لميس، والله باذيكي، عم تفهمي ولا لا؟ يكون بعلمك إذا بقيتي عم تتصرفي بهالطريقة رح توقعي حالك بمصايب إلى أول ما لآخر. من وين طلعت لي هاي البلوة هلأ؟ كان ناقصني مصيبة جديدة، شو بدي أعمل يا الله؟ بهاللحظة بتاخد لميس، تختفوا من هون ماهر، لأنه صاروا بيعرفوا مكانكم، بأي وقت ممكن تلاقوا حدا من العيلة على بابكم. والله ما رح نستفيد حتى لو بدي أخذها على جهنم. قال شو هي وبنت عمّا عم يدوروا على محامي. لك لميس غبية وما بتفهم شي، بس كله من بنت عمّا، هاي البنت قوية كتير وعم تحرضها. شو يعني شو أعمل؟ على هالحالة أنا انتهيت وكل شي رح ينكشف. لا بدك تطولي بالك معلمتي، عندي خطة غير شكل، بس بدها تكلفك زيادة. قديش يعني؟ ليكي انتي مو عم تدفعي لي 10,000؟ ايه رح يصيروا 20. شو هالحكي؟ لا كتير ذكي والله. شو شايفني قدامك جدبة؟ لسه ما وصلت على البلد لقيتها بوشي وسابتني على باب البيت. انت العشر تالاف ما بتستاهلها ماهر، بدك تطلب الضعف كمان؟ بس حياتي انا رح استخدم حالي بهاي القصة، واكيد ما رح استخدم حالي ببلاش. شو بدك تعمل؟ شو رح تساوي؟ انتي روقي علي، عندي، اتركي هالموضوع لإلي. ايه انت حللي هالقصة ومنشوف. وعلى فرض انك حليت القصة ماهر، في مصيبة تانية رح تنزل فوق راسنا، فشو رح تساوي؟ شوفي، طلبوا من المحامي اليوم يدور على إيلين ويتواصل معه مشان يفهم شو السيرة. قلي كيف رح تحلها هاي؟ لا تشغلي بالك ابدا، ما رح يطلع معهم شي. قولك افهم، كريم عم يتهم أبوه إنه هو سوى هيك، وأكيد عم إبراهيم رح يعمل كل شي بيطلع بإيده كرمال يكشف القصة. معلمتي أنا ما بسمح لمخلوق يلعب علي مرتين، ويلي اسمها إيلين ما عاد تفتح تمها لأنه خيطت لها إياه. مشان الله ما عاد تفتح تمها، هاي وحدة بتنباع وبتنشرب المصاري ببساطة، بكرة إذا دفعوا لها أكتر شو ممكن تساوي فينا؟ لحظة. جاوبني. شوفي واعطيني رأيك. شو بدي شوف؟ أنت شوفي إيلين ولي زارة، قليلي ليش عملتي هيك بكريم جوهر؟ احكي لي. لا تفعس لي ياهن على مهله. عليك يا خالة. معلش يلا شيل وحده. تمام، بس لا تحطن بلزق بعضهم. لك ليش هيك عامل بهذا الصندوق؟ كتير لازقهم. لا شوفي كريم، ليش طالع هلا بيقوى المرض عليك؟ صرت منيح ماما، خليهم يحطوا لنا كنبايه باوضتنا اللي عنا مفرده وما بتكفي. بتساعد الكنبايه باوضتكم؟ ليش ما بتعملوا الطابق الثاني غرفه قعده احسن ما يضل فاضي؟ معقوله كل هالبيت مو عاجبكم لك ابني؟ طيب خلص انسي ولا يهمك، انا ماشي. ليك لا تطولها، رجع بسرعه بلا ما تاخذ برد، اعمل لك لفه وارجع. شو قلت لك انا؟ مو قلت لك لا تفعصهم؟